مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا وشوط جديد يسير بحفظ من الله وتوفيقه، وهو شوطنا 18 والذي يحمل منافسات الابكار من فئة الانتاج. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وابدا واسير مباشرة الى نجود اللي على المركز الاول بشعار سالم بن محمد بن دعيفيس الشامسي، ياتي على المركز الاول ولكن التغيير بدا في هذه اللحظات من الهائله. لمحمد بن عيسى ابو علامه القبيسي ياتي على صداره الشوط وعلى مقدمته هذا الاداء هناك مع هذا الاندفاع، بينما المركز الثالث غيرت الى المركز الاول. هذه هي الصداره لسعيد بن ناصر بن احمد الدرعي، ياتي مع انطلاقه المركز الاول ويندفع، بينما المركز الرابع وصلت الظفره لعبد الله بن مبارك بن قران المنصوري، وخامس المراكز هنا الظبي عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي، هنا ينطلق من هذه الانطلاقه ولكن ارى تدخل من مرموقه عبد الله بن مبارك بن بنا الكتبي، تدخل في هذه اللحظات واندفعت محيره لسالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي، لكني بعود الى المركز الاول، بعود الى الصداره، الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، الى صداره، وهي على الصداره لسعيد بن ناصر بن احمد الدرعي، يطير الى المركز الاول، بينما المركز الثاني هناك التدخل من انطلاقه مرموقه عبد الله بن مبارك بن منا الكتبي، هنا ينطلق مع هذه الانطلاقه، بينما هنا من الجانب الآخر بدأ في هذه اللحظات من نجود من الجانب الآخر، هنا لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي ياتي مع انطلاقة هذا الشعار بنوعية ممتازة، نوعية جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ الكل ينطلق، بدأ الكل يدفع، بدأ الكل يسير، شوف الواصلة والقادمة على المركز الثالث في هذه اللحظات محيرة لسالم بن سعيد بن محسن المزروعي، لكن وين الصدارة المقدمة؟ هنا مع المركز الأول مرموقة هنا على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، تنطلق بشعار عبد الله بن مبارك بن بنا الكتبي، بينما المركز الثاني محيره سالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي، وصل على المركز الثالث جلموده سعيد بن راشد بن سالم العيض بن الكتبي، هنا في اللحظات الاخيره الكتبي هنا جلموده والنقطه الثانيه تسجل باسم جلموده، تهانينا وناموس لمالك جلموده سعيد بن راشد بن سالم العيض بن الكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت هنا محيرة سالم بن سعيد بن محسن المزروعي، المركز الثالث هناك مع الضبي حميد بن سعيد بن عامر النيادي، المركز الرابع هنا مرموقة لعبد الله بن مبارك بن بنا الكتبي، المركز الخامس الجموح بالمركز الخامس لحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي أتى مع المركز الخامس. إذن التوقيت الزمني 2:57 بالوفاء والتمام، وكانت المتوجه هي جلموده لسعيد بن راشد بن سالم العيض الاكتبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل شعار النادي 2:57 وخمسه اجزاء من الثانيه اللي هي كانت حاضره الضبي لحميد بن سعيد بن عامر النادي، المركز الثالث 2:57 خمسه اجزاء من الثانيه كانت هناك محيره سالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي، المركز الرابع الحضور هناك مع مرموقة عبد الله بن مبارك بن بنا الكتبي، التوقيت الزمني 2:57 خمسة أجزاء من الثانية، أما المركز الخامس فتوقيتها الزمني 2:58 ستة أجزاء من الثانية، واللي هي كانت الجموح لحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي، تهانينا والناموس للجميع الفائزين.